صباح الخير يا دلال. صباح الخير يا دويدار. ايه مالك انت تعبان يا حبيبي ولا ايه؟ لا. اجيب دكتور؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجه. حلمت حلم غريب. خير اللهم اجعله خير. قول انا بعرف افسر. حلمت ان انت نايمه جنبي طول الليل والتفت مره واحده لقيتك قرده. ايه؟ ايه؟ انا 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 قرد؟ لا والله ما قصدي انت زي القمر، وانت لو ما كنتش زي القمر كنت اتجوزتك يا حبيبتي. انا قصدي من كتر ما مجسم افتكرتك انت. اصطبح وقول يا صبح يا دويدار. والله ما قصدي يا شر شطر. ما انت لو زي البني ادمين بتنام وفتح التكييف ما كنتش حلمت بالكوابيس دي. انت قصدك انا عشان سايب الشباك مفتوح طول الليل؟ حاضر يا ست. بقول لك ايه؟ نعم. انت هتفضلي بقى نايمه كده بره لغايه امتى؟ لحد ما ربنا يفرجها عليا. يا اما انت تعمل اللحميه يا تشغل التكييف. قرد؟ انا قرد؟ طب ماشي ماشي. قلاوي يعني حلم وقرد مجسم؟ الواحد ينام بقى ويعمل حسابه في موز وجداني. يا صباح الخير يا اللي معانا. يا صباح الزفت على عيونك يا دعاء. في ايه يا ماما؟ في ايه في عينك؟ لابسه كده ورايحه على فين ان شاء الله؟ رايحه شغل. نعم؟ شغل ايه اللي انت رايحاه؟ طب ايه رايك بقى مش هتخرجي من الاوضه دي غير لما تنضفيها بعد ما قلبتيها لي زريبه. يعني هترفض يا ماما؟ ما تترفضي ولا تروحي في داهيه، واحنا بناخد ايه من شغلك ده؟ ها؟ ده حتى مرتبك بتاخدي عليه ضعفه مننا. وبعدين عايز اسالك سؤال يا بت. ايه ده؟ انطاي. ده ايه؟ انطاي. اورجيم يا ماما. ايه ايه؟ اور ايه؟ اورجيمي، فن طي الورق، ياباني. ياباني، يعني ده ياباني؟ اه ياباني. اه، طب خلاص، أنا بقى هروح أوديه لدويدار ونشوف بقى فن طي الورق ولا حجاب. ايه تعالي بس يا ماما استنى. اوعي. تعالي بس تعالي. اوعي ايدك يا محرفة. اقعدي بس اقعدي، دلوقتي يا ماما أنتِ لو روحتي لبابا هيعمل لنا محكمة أسرة وإحنا مش ناقصين. طب هتنطقي ولا مش هتنطقي يا دعاء؟ اتكلمي يا بت. برافو عليك يا وليد. كويس انك لبست، انا كنت لسه جاي اقول لك كده. انا مش هنزل الشغل يا ماما. اها، هو انت صدقت انه هيعملك عامل بصحيح؟ ده كلامه خلاص. بابا ما بيقولش كلامه خلاص يا ماما، بابا فعلا ناوي يعمل كده. طيب انت تروح تعتذر له بقى، هو لسه صاحي وانا نازله اعمل له الفطار. يعني بعد اللي عمله ده كله عايزاني انا اللي اعتذر له؟ اه طبعا، ما انت اللي غلطت الاول يا وليد، وانا يومها قلت لك مليون مره انزل روح شغلك، وانت اللي عاندت معايا ووجعت قلبي وما رحتش. وايه اللي حصل يعني؟ ما الغلط ده وارد يحصل حتى وانا موجود وهو عارف كده. خلاص يبقى هو عنده حق وانك لازم تتعلم. يعني انت كمان يا ماما عايزاني اشتغل عامل؟ يا حبيبي هو انت لازم تبقى عامل عشان تتعلم؟ مش هو اللي بيقول كده؟ خلاص اثبت له العكس ووري له انت تقدر تعمل ايه. يا ماما انا ما بحبش شغلانه بابا دي كلها على بعضها، مش عايز اثبت اي حاجه لاي حد فيها. طب وبعدين هتعمل ايه يا فالح؟ مفيش، زي الشباب كلها عادي، هنزل ادور على شغل. انسى يا حبيبي، باباك سحب مفاتيح العربيه. شفتي بيعمل ايه؟ هو كان لازم يسحبها. ليه؟ عشان يذلني؟ عشان يربيك، عشان يعلمك. لا يا ماما، انت المفروض اكتر واحده عارفه بابا، وعارفه ان هو هيعمل اي حاجه عشان ينفذ اللي في دماغه، الموضوع ملوش علاقه بالتربيه، ده ما فكرش يسمعني حتى. عشان هو فاهم شغله كويس. خلاص يبقى ما كانش اتعامل مع المورد ده. ما انا ما قلت له بلاش نتعامل مع المورد ده، وقلت له مواقفه معانا كلها زي الزفت، بس هو بقى مركب دماغه واستكبر لما الكلام جاله مني انا، ولما لبس شايلها لي. انسى يا ماما انا مش هعتذر له، سلام. وليد استنى بس يا ولد. بصراحة يا ماما أيوة حجاب، بس والله العظيم والله أنا مش عاملاها عشان أأذي حد خالص إطلاقا، يعني أنا عاملاها عشان طارق يحبني ويتجوزني يا ماما. يا خيبتي التقيلة في بنتي الكبيرة، يا نهار أسود ومنيل. لما أنت خريجة الجامعة تروحي للدجال ده علشان يعمل لك العمل، أمال الجهلة اللي ما دخلوش مدارس ولا اتعلموا يعملوا إيه؟ ليه يا ماما ما تخافيش خالص، الدجال ده طيب من الطيبين مش المؤذين. طيبين يعني ازاي يعني؟ يعني بتاع كده تقريب الحبيب وجلب القريب والحاجات دي. انا بقى اللي هطلع شعرك في ايدي واكل شعرك من اول وجديد. يا من قلبي بس. يا ماما انا بتعرض كده لعنف اسري. عنف اسري؟ وانت لسه شفتي حاجه؟ ده انا هقطعك. هزرقها هزرقها يا ماما هزرقها. على فكره هيسخطك قرد، انا خايف عليكي. ايه قرد لما يبقى يلهفك انت وهو؟ طب هاتي هاتي. انا هرميه انا هرميه. لا ده انا هولع فيه بايدي عشان اضمن انه اتحرق.
المشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.